السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معكم أم أحمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض المقلوبة بالفراخ، أحلى مقلوبة بأمر الله. أنا النهاردة هعمل الوصفة بتاعتي بوراك الفراخ. انتوا ممكن تجيبوا فرخة على بعضها تقطعوها أربعة، أنا جبت الوراك دي قطعتها كل ورك اتنين عشان ما شاء الله الوراك كبيرة. طبعا انتوا لو هتجيبوا فرخة كيلو ونص بتخلوا الورك سليم، ما بتقطعوش اتنين، انا قطعته اتنين عشان الورك كبير. طبعا الوراك ده هي جبتها نضفتها وخليتها زي الفل، وبعد كده نقعتها في خل وليمون وملح لمدة ساعة بدون اي مية، وبعد كده غسلتها بقى بمية من الحنفية لما خليتها زي الفل. وبعد ما غسلتها ونضفتها حطيتها في مصفى صفت كل المية اللي فيه. طبعا معانا نص كيلو بتنجان رومي ونص كيلو بطاطس ونص كيلو رز. بقطع البتنجانه كده وبقشرها كده، بقشرها بالشكل دوت. وطبعا بغسل البتنجان كويس وبقشره، وبعد كده بحطه في سيرفيس زي كده. وطبعا برش على البتنجان ملح مش كتير، بسيط كده عشان ينزل كل الميه اللي فيه عشان ما يشربش زيت. وطبعا دي البطاطس بقشرها وبحطها في ميه كده علشان لو سيبناها ما حطيناهاش في ميه بتاخد لون وحش جدا. بنخليها تخينه شويه، مش بتبقاش رقيقه، ما بنخليهاش تخينه قوي ولا رفيعه قوي، بتبقى مظبوطه كده. وبعد كده يلا بينا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. ودي الصينيه طبعا اللي هندي الفراخ فيها صدمه، هنحط شويه زيت ونحط كده الفراخ في قلب الصينيه. طبعا هنسيبها لما تاخد لون من ناحية ونقلبها على الناحية التانية، وبعد كده هنقلب الفراخ. طبعا هندي الفراخ صدمة برضو من الناحية التانية، وبعد كده هنطلع الفراخ. طبعا بنديها اللون دوت، يعني يعتبر بنحمرها. برضه هعملهم بنفس الطريقة. وطبعا الحلة اللي هسلق فيها الفراخ دهيت حطيت فيها الزيت اللي قليت فيه الفراخ. هحط على الزيت بصلاية كبيرة متقطعة صغير، وبعد كده هنقلب البصلة لحد ما تدبل معانا خالص. كل شويه بنقلب في البصله لحد ما تبتدي تاخد لون خفيف كده معانا، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. وبعد كده هحط على البصله معلقه فلفل اسمر، نص معلقه ورق لورا مطحون. لو ما فيش عندكم ورق لورا مطحون بتحطوا 3 ورقات لورا. وبعد ما البصلاية دبلت خالص وابتدت تاخد لون معانا اهي، طبعا هنحط عليها الميه. وبعد كده هحط الفراخ، وبعد كده هحط مكعب ماجي ومعلقتين ملح. وطبعا بندوق الحاجه، لو عايزه ملح بنحطله. وبعد كده نشوف هنعمل ايه. وطبعا على ما الفراخ تستوي دي الطاسه اللي هنقلي فيها البتنجان والبطاطس، طبعا فيها الزيت ومولعه عليه. وطبعا هنسيب البطاطس تاخد لون وارجع له. وبعد كده هقلب البطاطس. وبعد كده هنطلع البتنجان. وبعد ما قلينا البتنجان والبطاطس والفلفل طبعا هنسيب الفرخة تستوي براحتها، وبعد كده ارجع لكم نكمل الوصفة.
وده الرز اللي هعمله بالمقلوبة، نص كيلو رز بسمتي غسلاه كويس، وبعد كده نقعته في المية نص ساعة، وبعد كده صفيته من المية كويس جدا. ودي التوابل اللي هحطها على الرز، معلقة فلفل اسمر، نص معلقة قرفة، معلقة كركم، هحطهم كده على الرز. وطبعا هقلب التوابل في الرز، وبعد ما وزعت التوابل في الرز وبعد كده هنشوف هنعمل ايه. ودي الحلة اللي هعمل فيها المقلوب، دول 3 حبات طماطم متقطعين دواير، وبعد كده هحط الفراخ. طبعا الفراخ مسويينها، كل حاجة مستوية ما عدا الرز. طبعا الفراخ وهي بتتسلق بنحط معاها حباية طماطم، وبعد كده هنحط البطاطس. نحط البتنجان كده، وبعد ما حطيت البتنجان والبطاطس بالشكل دوت هنحط الرز. هنوزع الرز كده اهو، وبعد كده هحط الشوربة اللي سلقنا فيها الفراخ. طبعا شوربة الفراخ بعد ما حطيت الطماطم والبصل اللي فيه، هقفل البتنجان على الرز كده. وبعد ما حطيت الشوربة للرز وبعد كده هغطي الحلة وولع عليها البوتاجاز، وبعد ما يتشرب كل الشوربة اللي حطيناها هنوطي على النار عشان يكمل سوى على نار هادية. هحط الرز يستوي وارجع لكم. وادي المقلوبة يا حبايبي بعد ما استوت معانا اهي. طبعا ايد الحلة انا فكت، طبعا بتتفك بكل سهولة وبتتربط بكل سهولة عشان ايد الايد اعلى من حرف الحل، فمش هنعرف نقلب. بص يا حبايبي انا هحط الصينيه كده، وطبعا الحله لسه سخنه نار. بص يا حبايبي المقلوبه بتاعت ام احمد بالفراخ روعه فوق الوصف والله، ولا مقلوبه حضر موت. بص يا حبايبي روعه روعه. طبعا لو الرز وهو بيستوي احتاج حبة شوربة بنحط له. اعملوا المقلوبة بالفراخ بطريقة ام احمد وبامر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة، وبدعواتكم يا حبايب قلبي، حبكم في الله الف هنا وشفا، شير في الخير. نلتقي في فيديو جديد، سلام.